يأتي هذا فيما تستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بإقبال متزايد حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقى اللقاح حتى مساء أمس الخميس قد بلغ 290.103 ألفا وثلاثة أشخاص وتبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أن عدد حالات التطعيم ليوم أمس بلغ 5155 حالة تطعيم هذا واجازت مملكه البحرين الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركه جونسون ان جونسون ضد فيروس كورونا ليكون بذلك خامس لقاح يصرح به في مملكه البحرين بعد لقاحات سينوفارم وفايزر بيونتك وكوفيشيلد استرازينيكا بالاضافه الى لقاح سبوتنيك الروسي